انا تو باش نطلع على المسرح، مازالوا لي اربع اغاني وصلني على النهائي وعلى 500,000 دولار. ان شاء الله باش نطلع باش نعمل كل شيء عندي وكل الفورمة نتاعي ونعجب الناس. اهم حاجه ونربح همسه، اول حاجه نعدي همسه ومن بعد تو نحكيو ان شاء الله. وان شاء الله الناس لما نقدم لها الاداء نتاعي يكون بصدق وتقبلون عندي ونفرحهم ان شاء الله يا رب.